في المسائية. توتر تركي يوناني مستجد بعد نشر أثينا أسلحة في جزر بحر إيجا وتشغيل دفاعاتها الجوية. أردوغان يهدد بالرد، فهل ينزلق الحليفان اللدودان في الناتو إلى الصدام؟ اتفاقات وصفقات عسكرية فرنسية وأمريكية مع اليونان وإحجام عن عقدها مع تركيا. هل تتحول اليونان إلى جبهة متقدمة للناتو بدلاً من تركيا؟ وبعد عرقلة دخولها إلى الاتحاد الأوروبي، هل يتجه الغرب إلى معاقبة تركيا بسبب سياساتها الإقليمية والدولية؟ في المسائية، تركيا واليونان، توتر بأبعاد أطلسية. المسائية تأتيكم يومياً الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس الشريف.